الراديو هو إعلام كتير مهم بعالمنا العربي، وهو إعلام بيرافقنا وين ما كان، بيواسينا بخلال عجقة السير. الناس بيقدروا يعبروا عن آرائهم ويحسوا حالهم مسموعين، ومن خلال الحلقات الحوارية، أوقات ثقافية أوقات سياسية، كمان الأغاني اللي هو ترفيه وفن بنفس الوقت. مشان هيك أنا بدعي الشباب العربي إنه يدعم اليونسكو من خلال اليوم العالمي للراديو اللي راح يحتفل فيه ب 13 شباط 2015. اسمي جوني معلوف، وبتمنى لكم يوم راديو عالمي سعيد.